عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب لكم ربطتين للناس اللي هم يعني بيصطادوا على سمك كبير وبينزل على سمك كبير، فطبعا يعني بيبقى حاجة تزعل جامد ان الواحد تضيع منه سمكة. يعني احنا قاعدين على المية بنصدق الغماز يشتغل تبدأ السمكة تاكل ونبدأ نطلع فيها ونفاجأ راحت السمكة، نطلع نلاقي الصنارة مفكوكة من الشعر أو أي حصل بقى من الحاجة اللي حصلت. ففي ربطات انا بصراحة شفتها من على النت وحبيت ان انا اشاركها معاكم، ونبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم نشوف اول ربطة. هي طبعا من اسهل الربطات واجمدها وامتنها يعني، فهي كل بسهولة. طبعا انا جايب صنار كبير علشان خاطر، وجايب طبعا شعر بتاع مش شعر، جايب خيط علشان خاطر ان انا ايه الصورة تبقى واضحة للناس كلها. فنبدأ بسم الله، نبدأ نحط الشعر بتاعنا كده. طبعا الربطة دي يا جماعة الخير من الربطات اللي فعلا انا يعني حسيت منها ان هي جامدة جدا، وطبعا الناس اللي هي بتربطها هي اكيد هتبقى عارفة. طبعا احنا ايه هنحط الشعر بقى، قلنا هنحط الشعر بتاعنا كده ونحط التاني عكسه كده ماشي، وهنبدأ نلف الشعر الأولاني ونثبت التاني. 2 3 4 5، لو انت عايز تلفها 6 7 مفيش مشكلة، بس هي يعني بتبدأ من 5 بتبدأ كويسة يعني. ونبدأ نسحب الشعر بتاعنا أو الخيط. طبعا يا جماعة الخير هو كده ربطت، ولازم زي ما احنا عارفين والناس عارفة لازم الشعر يبقى من قلب الصنارة، زي ما انتوا شايفين كده من هنا يبقى خارج من قلب الصنارة ماشي. ونشد بقى جامد كده شوية، وكده الصنارة يا جماعة معانا الربطة زي ما انتوا شايفين. طبعا نجيب بقى ايه نقص الزيادة. طبعا دي يعني من اسهل الربطات ان حضرتك ممكن تربطها. وطبعا انت هتقول لي ليه من قدام من بطن الصنارة من جوه زي ما انت شايف كده حضرتك، لان طبعا انت شايف ان الصنارة دايما الصنارة بتبقى ليها قلب من ورا من هنا ماشي. فانت لو السمكة اكلت وقلب والشعر ده من ورا من هنا من قلبها من هنا، ممكن وهي السمكة عمالة بتعافر معاك بيقوم يحز. شوف انت لو احنا بصينا كده مع بعض، احنا لو قعدنا نعمل كده السمكة دايما هي لما بتشد بتقعد بتعمل حركات كده ايه ذبذبة عشان تتخلص من اللي في بقها ده. فشوف حضرتك يعني نفسي لو يعني تشوف شايفين كده كويس، لو انا قعدت اعمل كده شايفين الرفاص اللي هو بتاع اللي هي الصدادة بتاعت الصنارة عاملة ازاي، الصدادة بعيدة خالص عن الشعر. فتخيل لو الشعر ده اهو مقلوب زي هنقلبه كده مثلا، لو عرفت اقلبه اه اتقلب اهو. لو حضرتك بقى شوف بيعمل معاها ازاي يعني، هنوريكوا اهي يا رب يكون الصورة واضحة. ده بالظبط انا عمال بقطع بسكينة في قلب الشعر. طبعا انت حضرتك وكل الناس الصيادين الكبار عارفين ان الصنارة ان الشعر بتاعنا اللي احنا بننزل نصطاد على سمك كبير بيبدأ من 20 او 25، من 25 لغاية 18، وممكن ناس بتنزل تصطاد على بوري ب16. فلو الشعر دوني كان في المقلوب هنا هو عند دياني، اللهم ان السمكة لو عملت خبطتين كده خلاص راحت منك قطعت على طول ماشي، والسمكة راحت بالوش بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الخير عشان ما اطولش عليكم كده، يبقى احنا ايه قلنا لازم الشعر ده من قلب كده، ودي الرابطة طبعا سهلة جدا وما بتحتاجش اي مشاكل. طيب نبدأ نشوف الرابطة التانية، ونبدأ يا جماعة الخير
نعمل الرابطة التانية بإذن الله. احنا برضو نفس الحكاية احنا نعملها، هناخد الوش الصنار بتاعنا كده مع الشعر كده، ونبدأ نجيب الجنب التاني نحطه كده. طبعا يا جماعة الخير، هي الرابطة دي يعني بصراحة بتعتبر من أمتن ربطات ممكن حضرتك تعملها. ماشي، هي عبارة عن ازاي يا جماعة؟ شوفوا، ومعلش يعني لو انت عايز تتعلم تعالى معايا دلوقتي، هات شعر وهات الصنار وتعلم الرابطة دي، لأن بصراحة الرابطة دي بتعتبر من أجود الربطات اللي أنا شفتها بصراحة في حياتي، وإن شاء الله نستعملها مع بعض في الشغل بتاعنا. بص يا حبيب قلبي، انت حضرتك هتعمل ازاي؟ هتلف لفة كده، ماشي، وبعد ما تلف اللفة هتروح نازل لتحت، يعني هتاخد العقدة لتحت وانت نازل كده، وتبدأ تعدي لتحت. يعني احنا كنا الاول بنلف ايه لقدام، احنا كده بنلف العكس 5 لفات، ماشي، وبعدين نشد. طبعا نعد بقى ايه الشعر بتاعنا كده زي ما احنا ماشيين، ماشي، ونبدأ ناخد الشعر زي ما احنا قلنا من قدام. طبعا يا جماعة انا عايز حضرتك تبص على الرابطة دي كده وتتمعن فيها. شايفين الرابطة عاملة ازاي؟ الشعر الاساسي بتاعي، الشعر الاساسي بتاعي، الاساسي بتاعي في قلب اللف، يعني مفيش، احنا لو احنا جينا الوقت جمدنا كده وسحبنا كويس، ماشي، وقطعنا الزيادة، شايفين يا جماعة الخير، الرابطة عبارة عن ان انا لفيت الشعر كله، يعني اللف كله غطى الشعرة الاساسية بتاعتي، مفيش باين منها اي حاجة جاية من قلب، يعني هي من قلب اللف طالعة. شايفين؟ يا رب الصورة تكون واضحة، شوف الفرق بين دي وبين دي. الرابطة اللي احنا شايفينها ديتي الأولانية ديتي من قلب الشعر، وخارج منها فردة، خارج لفة لفة عليهم فردة، لكن ده كل الشعر بيلف اللفة كلها مغطية الأساسي اللي هو بتاعك. فحتى لو السمكة حاولت إن هي تعضعض مش هتقدر إن هي توصل للشعرية بتاعتك، لأن هي تعتبر متغطية، الشعر مغطاها كله، ماشي. وكده يا جماعة الخير يبقى احنا وصلنا ان شاء الله ليه اخر الحلقة بتاعتنا، واتمنى من الله ان ايه ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش من دعائكم، وجزاكم الله خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.